يونيسيف نظمت معرض لرسوم الأطفال في المتحف المصري الكبير بعنوان ارسم مستقبلك. المعرض شارك فيه عدد من الأطفال الموهوبين المستفيدين من برنامج حماية الطفل الخاص باليونيسيف يا مصطفى. بالفعل والأطفال دول قدروا من خلال هذه الرسومات ان هم ينتجوا أعمال فنية متميزة جدا بتعبر عنهم وتعبر عن شخصيتهم. خلينا نشوف. بمجرد دخولك المتحف المصري الكبير مش بس هتكون منبهر ومندهش بالحضارة المصرية اللي موجودة داخل المتحف، لكن كمان في جزء مهم جدا جوه المتحف وهو أرت كايرو. أرت كايرو بيعرض كل الفنون التشكيلية والرسومات المختلفة اللي تقدر الشباب والأطفال ومش بس كده يقدروا ان هم يعرضوها داخل أرت كايرو، لكن كمان فنانين من كل حتة في العالم، من العرب، من الأجانب، من المصريين، هنلاقي من دبي، هنلاقي من مثلا اليونان، هنلاقي من القاهرة، هنلاقي كمان منظمات موجودة داخل أرت كايرو. على سبيل المثال اليونيسيف. اليونيسيف هي المنظمة الدولية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اللي هي بتشارك في معرض أرت كايرو علشان يعرضوا مواهب الأطفال. الهدف الأساسي من المنظمة إن هي تحافظ على الأطفال وإن هي تساعدهم إن هم يعدوا الحاجات الصعبة اللي بيواجهوها في حياتهم، لكن كمان جزء من إن مساعدتهم إن هي يطلعوا مواهبهم. مواهبهم دي ممكن تبقى في حاجات مختلفة كتير جدا، ولكن جزء منها هو الرسم. عشان كده قرروا ان هم ياخدوا الاطفال من اماكن مختلفه وان هم يساعدوهم ان هم يطوروا موهبتهم في الرسم. مش بس كده، كمان يعرضوا موهبتهم دي في معارض مختلفه زي ارت كايرو. الحقيقه ان احنا النهارده كنا داخل هنا ارت كايرو، داخل اليونيسيف تحديدا الديبارت بتاع اليونيسيف، وشفنا قد ايه الاطفال منبهرين وقد ايه فخورين كمان الحقيقه برسوماتهم وحاجاتهم اللي كل الناس من كل حته في العالم الحقيقه جم هنا المتحف المصري الكبير وجم المعرض، وكمان كانوا مبهورين جدا باداء الاطفال. اطفال صغيرين جدا، بدايه يمكن من 7-8 سنين، وانت طالع الاطفال شاركوا بمواهبهم ورسوماتهم المختلفه واشكالهم المختلفه، وكلهم بيعبروا عن اللي جواهم برسوماتهم. تعالوا نشوف دلوقتي ايه الفكره اساسا من اليونيسيف، وايه الفكره من المعرض داخل ارت كايرو، وكمان شعور الاطفال واحساسهم بحاجتهم وهي بتتعرض للناس، وكمان في جزء منها بيتباع. يلا بينا. أنا بصراحة يعني من وأنا صغيرة وأنا بشوف ناس بترسم، فأنا حبيت الفكرة جدا. فأنا لما كبرت يعني شفت رسومات كتير، فأنا حاولت إن أنا أرسمها كذا مرة، ويعني مرة على مرة نجحت الحمد لله. أنا كان عندي مواهب كتيرة وكان لازم أكتشفها وأرسمها. يعني أنا ببقى عايزة أعبر عن حاجات كتيرة جوايا وبعبرها، وأول ما بدأت إن أنا أرسم الميسات والكابتن والمسترات شجعوني، وما كنتش بعرف أمسك الفرشة وبياخدوا رأيي، وبقت يعني بقت برسم حلو كتير وبيتعرض، وتاني مرة رسوماتي تتعرض. هو أنا الأول كنت بروح مركز عجبني فكنت برسم، كنت شطورة قوي. مرة مع مرة ابتديت أتحسن وبقت رسوماتي جميلة جدا وكل الناس فرحت. أنا هنا لوحاتي محطوطة ومبسوط جدا إن هي معروضة والناس بتتفرج عليها مبهورة. يعني كل لوحة ماليش ستايل معين، يعني مثلا بحب الحيوانات وبحب الطبيعة وبحب اللي هو الشغل القديم أو اللي هو أفريقيا والديزاين القديم اللي هو مثلا اللي هو البيوت اللي هي الواقعة والفلاحين، بحب الحاجات دي. يعني بتاعت المراكب اللي هي الطبيعة، كذا مركبة جنب بعض طبيعة كده وبتدل على الجو فيها مختلف، والستايل الخشب مش اللي هو الحديث اللي هو قديم، والارض مش اللي هي الرمله والالوان الزلط، لا اللي هي الزلط العادي اللي هو من قاع البحر اللي هو الصدف والحاجات دي. بس ده اللي هو كان في دماغي. انا اللي شجعني عامه والشكر كله للمدرسين بتوعي وكابتن رياض وماما سماح، برضو كانوا بيشجعوني ان انا ارسم وكده. وانا يعني كل ما بكون زعلان او فرحان او يعني يائس او في حاجه جوايا او عايز اعمل اي حاجه برسم. هو ده جزء من برنامج حماية الطفل في يونيسيف مع الجمعية الشريكة ليونيسيف حماية الأطفال، الجمعية المصرية لبناء المجتمع، اللي هي بتقدم خدمات مختلفة للأطفال المعرضين للخطر أو أي مواقف صعبة. جزء من الخدمات دي هو برنامج العلاج بالفن،
فاحنا النهارده اتعاوننا مع معرض فن القاهره ارت كايرو علشان نعرض نتاج برنامج العلاج بالفن، لان طبعا الاطفال طلعوا لوحات هايله زي ما حضراتكم شايفين، فاحنا كنا حابين ان الشغل ده يطلع للنور وان الاطفال يعني ياخدوا الريكوجنيشن يعني اللي يستاهلوها على الشغل اللي هم عملوه. الحقيقه احنا بنستخدم العلاج بالفن كاداه تعبيريه يقدروا الاطفال يعبروا عن اللي جواهم ويقدروا يتكلموا عن المشكلات اللي هم بيقابلوها في صوره رسمه، يعني كل لون وكل خط وكل شخصيه جوه الرسمه دي بيبقى وراها حكايه. دورنا اللي احنا بنحلل ده وبنقدر نوصل للحاجات اللي بتبقى مضايقه الاطفال. طبعا بيبقى اسهل كتير من الوسائل اللفظيه اللي الطفل بيبقى بيدور على مصطلحات واحيانا ما بيلاقيش مصطلح مناسب يقدر يعبر بيه عن نفسه. لما بنستخدم الاسلوب دوت بنلاقي اطفال موهوبين بالفعل، فبنساعدهم ان هم يكملوا في الموهبه دي، لان ده بيساعد في تعزيز ثقتهم في نفسهم كمان. النهارده معانا في المعرض 130 لوحه و30 مشارك في المعرض النهارده اقل من 18 سنه ولاد وبنات. حلوه جدا جدا وانا انبهرت بصراحه، يعني انا كنت جايه وعارفه ان انا هشوف لوحه حلوه، يعني كنت سامعه، بس لما جيت انبهرت بصراحه باللوح اللي عاملينها الاطفال، حقيقي جميله، فيها الوان، فيها تفاصيل، فيها يعني فيها فن وفيها تعبير عن النفس، حلو قوي قوي. يعني لو انت شايف ان طفل عندك بيحب حاجه معينه في الفن ونميتها فيه، وبالذات بال يعني لو رسم او غنى او تمثيل او اي حاجه، انا بشوف ان الفن ليه كذا فايده، يعني مش بس ان هو حاجه بترفه عننا وكده، لا هو كمان بيعالج، هو بيطلعك من اي حاجه، بيخليك تعبر عن نفسك، لو مبسوط لو متضايق من خلال الفن هو هيعرف يخلي الناس تشوف انت حاسس بايه. بلا شك ان هذا المعرض سيمثل اضافه وفتح لنا افاق كثيره، وجدنا سعاده لا توصف لدى الاطفال. ان كان للمرء هوايه فلن يكون اجمل من وجود هوايه الرسم عند الطفل. الطفل يحمل الريشة فهو يحمل رسالة سلام. كثير من الأطفال تفاجؤوا بالحضور، كما تشاهد هذا القسم هو الأكثر ازدحاما، لم نتوقع كل هذا الحضور. تجربة جديدة وجميلة، سنستمر إن شاء الله بدعم برامجنا التي تهدف إلى تنمية الأطفال ورفع مداركهم ومستوى معرفتهم.